السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث لهذا اليوم. والبداية من ملف التوتر في الخليج، حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا الحكومة البريطانية إلى حماية سفنها بنفسها، في الوقت الذي حث فيه بومبيو على أن واشنطن لا تريد حربا مع طهران. وكذب بومبيو في الوقت ذاته بشكل قطعي من أن يكون للولايات المتحدة جواسيس أمريكيون في إيران. في هذا الوقت طالبت بريطانيا اليوم إيران بالإطلاق الفوري لصراح طاقم ناقلة النفط والإفراج عن الناقلة. وكشفت صحيفة ديلي إكسبريس أن لندن تدرس إرسال غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الخليج. ويأتي هذا الموقف البريطاني في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن بالدفع بقوات جديدة لقاعدة الأمير سلطان العسكرية في السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003. معي لتسليط مزيد من الضوء على هذه التطورات مدير مركز بحوث دراسات المستقبل دكتور تحسين الشيخلي. أهلا بك دكتور تحسين الشيخلي. تطورات بمحاور مختلفة، دعني أبدأ معك من هنا من بريطانيا. التصعيد البريطاني الذي سمعناه اليوم على لسان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت لا يبدو بأنه متناغما مع التصعيد الحقيقي على الأرض، التصعيد الإيراني. وزير الخارجية في مجلس العموم اليوم قال أن بريطانيا تسعى للتهدئة وليس للتصعيد. شكرا جزيلا استاذ جمال، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. الخطاب داخل مجلس العموم يختلف عن السياسة الواقعية اللي تمارسها الحكومة البريطانية. الخطاب داخل مجلس العموم يجب أن يكون متوازن، لأنه في معارضة، في موالاة، في حكومة، في أطراف مختلفة. مطلوب أن يتناغم مع الجميع لأجل أن يوصل إلى موقف معين. يعني موقف اليوم داخل مجلس العموم يختلف عن الموقف الحقيقي اللي اتخذته الحكومة. 3 اجتماعات لكوبرا اللي هي يعني أعلى لجنة للأمن الوطني البريطاني. ما الذي دعا لتخفيف اللهجة البريطانية؟ في هذا الصباح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية قال بأن على إيران أن تطلق سراح طاقم الناقلة وتفرج عن الناقلة فورا. اليوم مساء سمعنا جيرمي هانت يتحدث عن التهدئة، ما سبب هذا التضارب؟ هي هذه المناوشات حقيقة هي موجودة. إيران تملك الناقلة الآن، أنزلت العلم البريطاني من عليها ورفعت العلم الأمريكي الإيراني. هذه أول نقطة جعلت من أنه إيران الآن الناقلة تحت سيطرتها، وبالتالي هي عملية استفزازية كانت فعل على إيقاف الناقلة في جبل طارق من قبل القوات البريطانية. ولكن كيف سينتهي الموقف؟ بريطانيا أيضا في الوقت ذاته أعلنت اليوم بأنها ستحمي السفن التي تعبر مضيق هرمز عندما يطلب منها ذلك. هل يمكن أن يكون ذلك تصعيد عملي؟ هذا هو المطلوب أساسا. الولايات المتحدة الأمريكية سحبت يدها من الموضوع بشكل كامل وتركت بريطانيا في مواجهة الموقف حقيقة على الأرض. والآن الموقف فيه أنه هنالك ناقلة بريطانية محتجزة داخل إيران، ومطلوب من بريطانيا أن تأخذ موقف، وسوف تكون جزء من الصراع وطرف جديد في المنطقة ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية اللي موجودة هناك أساسا داخل المنطقة. هذا النوع من التصعيد اللي صالح الولايات المتحدة كيف الأمريكية. يعني للناظر لموقف الولايات المتحدة وتصريحات بومبيو على بريطانيا أن تحمي سفنها بنفسها، أن بريطانيا ستقف وحيدة في الخليج وأن أمريكا تخلت عنها وليس العكس. لا بالعكس، يعني هي ليس هذا هو المقصود. يعني مطلوب انه احنا لسنا ملزمين بحمايه كل السفن للاخرين اللي ينتقدونا على موقفنا ضد ايران. مطلوب من عندكم اذا تنتقدونا ضد احموا سفنكم انتم يا من تنتقدونا، لانه نحن ضد ايران. هذا النوع من لانه بعد انسحاب الامريكي من الاتفاق النووي هنالك نقد اوروبي كبير جدا للولايات المتحده الامريكيه، وبريطانيا جزء من هذا النقد. الان بريطانيا في محنه داخل الخليج، أمريكا مستغلة الموقف بالاتجاه اللي يصب بصالحها. أوكي، أنتم تلومون لأن نحن في صراع مع إيران، احموا سفنكم من هذا العدو اللي هو أساسا لا يستثني أحدا. طيب، الخارجية البريطانية تتحدث عن إرسال غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الخليج، ولكنها تؤكد لأن هذه الغواصة ليست لأغراض هجومية إنما لأغراض معلوماتية.
هل يمكن أي بالنهاية أن يصب ذلك في التحضير لعمل ما عسكري؟ عادة الغواصات اللي تعمل بالطاقة النووية هي الغاية من عندها أنه تبحر لمسافات طويلة وبسرعة عالية، ليس الغاية من عندها هو أن تكون محملة بأسلحة نووية. هذه يعني شيء أساسي. وجود الغواصة داخل بحر العرب، يعني لا يمكن أن تكون الغواصة طبعا داخل الخليج العربي، لأن الخليج العربي لا يتحمل وجود غواصات. ما السبب؟ الخليج العربي مشكلته أنه المساحة ضيقة جدا والأعماق لا تسمح بوجود غواصات مع حركة السفن العالية داخل هذا الخليج، لأنه يعني سفن التجارية منطقة جدا مزدحمة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تدفع بقوات عسكرية إلى السعودية، كل هذا الزخم والتحشيد ألا ينبئ بأن عملا عسكريا يحضر له؟ والله أنا يعني من المتنبئين في مجال الموضوع أنه هنالك حرب في دراسات المستقبل، وأنا دائما أقول يعني وعلى مدى أكثر من برنامج على شاشتكم الكريمة قلت أنه نذر الحرب قادمة. يعني لا يمكن لتحشيد بهذا المستوى، لا يمكن لأسلحة متطورة بهذا المستوى تتواجد في منطقة الخليج بدون أن يكون هنالك فعل مستقبلي، خاصة مع التعنت الإيراني، مع التعنت الإيراني ولجوءها إلى السياسات اللي هي بالحقيقة خشنة بالتعامل مع العدو. اسمح لي أن أشرك معنا في هذا النقاش الباحث في الشؤون العسكرية الأستاذ عمر العامري من الرياض. أستاذ العامري أرحب بك في أضواء على الأحداث. الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل قوات إلى قاعدة الأمير سلطان، كيف تنظرون لهذه الخطوة في السعودية؟ ما حدث حتى الآن هو إرسال قوات لوجستية في المقام الأول، ليست قوات كما أعتقد، ليست قوات قتالية وإنما هي قوات إسنادية في المقام الأول، بحيث تساعد في تهيئة واستقبال الدعم اللوجستي فيما لو تطورت لا قدر الله الحالة في منطقة الخليج العربي نحو الصدام. إضافة إلى تبادل الخبرات كما أعلنت السعودية رسميا مع الجانب السعودي في هذا المجال. كيف تنظر أستاذ العامري لتوتر ملف اعتراض إيران لسفن تجارية في مضيق هرمز؟ هل يمكن في هذه اللحظة أن يكون الدور السعودي دور يخفف هذا التوتر؟ الصدام أو القضية أو المشكلة هي ليست بين في البداية ليست بين السعودية وإيران، المشكلة بين إيران والولايات المتحدة أو إيران والمجتمع الدولي. السعودية قلقة من عدم انضباطية وعدم جيرة إيران الجيدة. إيران طلبت على المدى جارا مبعدا من العربية السعودية عبر تصويرها الثورة وعبر دعمها لمنظمات إرهابية، وبالتالي لا أعتقد أن السعودية في دور الوسيط عندما دولتها في المنطقة في دور الوسيط. ولكن هل تدفع السعودية بحرب يمكن أن تغلق هذا الممر الحيوي الذي هو بالنهاية يمرر أغلب النفط السعودي؟ لا أعتقد أن السعودية ستدفع، وليست السعودية في موقف الدفع في الحرب. الموقف كما قلنا الآن هو بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب هو الذي ألغى الاتفاق النووي، وهو الذي فرض الحصار على إيران، وهو الذي أوجد 11 أو 10 نقاط على إيران أن تلتزم بها. هذا هو ما فعله هي الولايات المتحدة وليس السعودية. إذن إقحام السعودية في الموضوع هذا أعتقد غير 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 ملائم ومناسب. السعودية جزء من هذه المنطقة وتتمنى لها السلام ولا تريد أن ترى حربا لأننا تعرف تبعتها، ولكن إذا تصاعد العناد الإيراني قد يؤدي إلى صدام بين إيران وبين الدول المتضررة من نعم. شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الاستراتيجية العسكرية في عمر العامري، كنت معي من الرياض. ومعي من لبنان الكاتب والباحث اللبناني الأستاذ فيصل عبد الساتر، أرحب بك سيد عبد الساتر. من وجهة نظرك ما الذي يدفع إيران إلى كل هذا التحدي؟
ناقلة نفط بريطانية تطالب الحكومة البريطانية إيران بالإفراج عنها فورا، وإيران لا تتحرك. ما سبب حتى الآن القوة التي يستمدها الموقف الإيراني؟ إيران تتصرف بمثل ما تصرف به الغير. إيران اعتدي عليها بشكل واضح وصريح دون أي مبرر، دون أي مصور. كل هذا الذي يجري إنما يراد له أن تقلم أظافر إيران، أو أن يعتدى على إيران، أن تجبر إيران إلى الذهاب إلى المفاوضات وفقا للشروط الأمريكية. كل هذا الذي يجري إنما هو يعني على إيقاع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. الآن انقلب الفأس، يعني كما يقال انقلب الساهر على الساهر. بولتون الذي يعني أغرق البريطانيين الآن باتوا مكشوفين لوحدهم دون أي قدرة لهم على فعل أي شيء، وبالتالي قالت إيران وفعلت إيران، وهذا أمر يجب أن نتوقف عنده. وسؤالي لك أستاذ عبد الساتر، إلى أي مدى تستطيع إيران مواصلة هذا التحدي؟ أنت بالتأكيد لا تقول بأن إيران يعني قادرة على مواجهة بريطانيا على الأقل عسكريا. الموضوع ليس مواجهة بريطانيا أو الموضوع الذهاب إلى حرب مع بريطانيا أو غير بريطانيا. الموضوع أن بريطانيا تصرفت تصرف غير قانوني وفقا لوجهة النظر التي تقول أن بريطانيا لا يحق لها أبدا أن تمنع ناقلة نفط إيرانية من التوجه إلى أي بلد في العالم. وهذا أمر يعني أصلا الاتحاد الأوروبي ليس هناك من قرارات حتى تلزم باتخاذ مثل هذه القرارات أو تنفيذ مثل هذه القرارات. وبالتالي بريطانيا التي تعد نفسها للخروج من الاتحاد الأوروبي الآن تصبح غيورة على تنفيذ قرارات مزعومة للاتحاد الأوروبي في وقت لم تتحرك كل الدول الأوروبية لتؤيد بريطانيا بما قامت به. طيب ألا تخشى أستاذ عبد الساتر أن ينفلت زمام هذا التوتر حتى الآن المضبوط وتنجرف المنطقة إلى حرب؟ والله على الباغي تدور الدوائر، هذا ما تقوله إيران. إيران قالت نحن اعتدي علينا ونحن نرد على الاعتداء الذي استهدفنا، وبالتالي إذا كان من هناك من عقلاء في العالم فليتحركوا لنزع فتيل المشكلة الأساسية، لا أن يتلهوا بردات الفعل التي قامت بها إيران. هناك ناقلة نفط إيرانية احتجزتها بريطانيا، وهناك ناقلة نفط بريطانية احتجزتها إيران. إذا كان هناك من عقلاء في هذا العالم يريدون حل هذه المسألة فليكن هناك حلا متوازيا في نفس الوقت يفرج عن الناقلتين، يا دار ما دخلك شر. أما عن طبيعة أي اعتداء ممكن أن يستهدف إيران فإيران لم تقف مكتوفة الأيدي، هي لم تبدأ بهجوم بل هي قامت بدفاع، والدفاع يعني مشروع بكل قوانين. ولكن حتى الآن أستاذ عبد الساتر لا يبدو الموقف الإيراني لقانونية احتجاز ناقلة نفط بريطانيا مقنعا. بريطانيا تتذرع بأن ناقلة النفط الإيرانية كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا وهناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي على النظام السوري. ما حجة إيران باحتجاز ناقلة نفط ناقلة بريطانية؟ أولا لا شيء في هذا العالم يقنع، يعني كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هل هو مقنع حتى تكون إيران مقنعة إذا كان موضوع إقناع؟ الموضوع هو رد المثل، كما فعلت بريطانيا فعلت إيران، ونقطة أول السطر انتهى. يعني لا يمكن لأحد الآن الدخول في مسار قانوني فيما يجري. إذا كان هناك من عقوبات على سوريا فهل يعاقب الشعب السوري بعدم وصول النفط إليه؟ هل يعاقب 20 أو 25 مليون نسمة بعدم وصول النفط والمازوت وإلى آخره والمحروقات إلى هذا البلد تحت ذريعة؟ بعدين منذ 8 سنوات هناك عقوبات على سوريا، لماذا لم نرى مثل هذا الأمر؟ لا من قبل بريطانيا ولا من قبل فرنسا ولا من قبل أي دولة في العالم، حتى أمريكا التي تدعي أنها هي أول من وقف وأول من عاقب سوريا، لماذا لم تقم هي بهذا الفعل؟ لماذا تريد أن تورط آخرين وتدفعهم إلى هستيريا الحرب؟ وتقف مكتوفة الأيدي لكي يعني تستمر في حلب السعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية؟ هذا هو السؤال. شكرا لك فيصل عبد الساتر الكاتب والباحث اللبناني، كنت معي من بيروت. الآن السؤال، هل فعلا تجاوز
ذلك التوتر، مسائل قانونية احتجاز سفينة بريطانية في الخليج وقانونية احتجاز سفينة إيرانية في مضيق جبل طارق، إلى لعبة عض الأصابع، من يتألم أكثر؟ من الذي سيفرج أولا عن ناقلته؟ هم الإيرانيون أم البريطانيون؟ يعني اليوم وزير الخارجية الروسي في إحدى دول اللاتينية صرح بأنه حجة إيران أقوى من حجة بريطانيا في حجز الناقلة. كيف؟ يعني هذه مواقف دولية ومواقف سياسية محسوبة الكل، وبالتالي هنالك من يؤيد وهنالك من يستنكر وهنالك من يحاول أن يقف الموقف الوسط. الدولتين الآن يعني الدولتين الآن في حالة محرجة حقيقة. مسألة احتجاز ناقلة بريطانية داخل بإيران وناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق يعني سوف تكون فتيل لمعركة شرسة جدا دبلوماسية في البداية، ولربما تنتقل إلى شيء آخر. الآن السيناريوهات المتوقعة، هل تتوقع أن تفرج بريطانيا فعلا عن تلك السفينة على اعتبار بأن بريطانيا ألمحت إلى أنها إذا حصلت على ضمانات من أن السفينة لن تتوجه إلى سوريا فإنها ستفرج عنها؟ ما الذي سيمنع الإيرانيين على سبيل المثال؟ هم لم يقولون حتى الآن بأن هذه السفينة يعني فعلا إلى ما هي وجهتها وما قانونية ذلك، من أن يقولوا نعم السفينة هذه هي الضمانات فأفرجوا عن سفينتنا وتنتهي المشكلة. موقف إيران أقوى من موقف بريطانيا. الخليج العربي هو الشريان الرئيسي للنفط لمعظم دول العالم، وهنالك سفن لتحمل أعلام دول مختلفة. اليوم إذا تعرضت سفينة بريطانية إلى موقف مثل هذا، من المحتمل أن تتعرض غدا سفن أخرى إذا ما وقفت تلك البلدان موقفا مضادا لإيران في صراعها، وسيرفع تكاليف التأمين، وبالتالي يجعل من كل شيء صعب جدا. أنا أتصور بريطانيا سوف تفرج عن الناقلة ابتداء، الناقلة الموجودة في جبل طارق، ومن ثم تفرج إيران عن السفينة المحتجزة. لا تنسى أن السفينة تحمل العلم البريطاني لكن هي بالحقيقة سويسرية في الأصل، ولكن هذا الموقف لن يعجب أمريكا بالتأكيد. هي ربما طبعاً أمريكا تستغل هذه الفرصة لتنفيذ أجندتها في المنطقة، وهذا ما قلت في بداية اللقاء مع جنابك أنه أمريكا الآن تعتبرها فرصة لزج بريطانيا بشكل واقعي، وهي سياسة الواقع في خضم الصراع بين الطرفين. إلى أي مدى يمكن لرئيس الوزراء الجديد الذي من المتوقع يكون بوريس جونسون وسيتسلم زمام منصبه بعد يومين الأربعاء صباحا، إلى أي مدى سيكون هذا الموقف المحك الخارجي السياسي الأول في قراراته؟ والله بوريس جونسون يعني unpredictable حقيقة، لا يمكن توقع الخطوات اللي ممكن أن يتخذها، خاصة في موقف مثل هذا الموقف اللي هو موقف دولي، وخاصة مع إيران ربما يحسب على بوريس جونسون في سياسته الخارجية الفشل في العلاقة مع إيران والتسبب باستمرار حجز مواطنة بريطانية إيرانية. يعني الكل الآن نظرين يتوقع على يوم الأربعاء القادم، يعني يوم مغادرة تريزا مي 10 داونينج ستريت، أتصور أنه الموقف سوف يتغير. هل تتوقع أن يسهل تناغم الشخصيتين بوريس جونسون ودونالد ترامب تنفيذ أجندة الرجلين في إيران؟ والله هم الاثنين فيهم جوانب مشتركة كثيرة جدا، منها الخطاب الشعبوي، ومنها أيضا بنفس الوقت التصرفات الغير متوقعة واللي ممكن أن تبدر من أي منهما. أشكرك شكرا جزيلا دكتور تحسين الشيخ، مدير مركز بحوث دراسات المستقبل.